مشاهدو الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ريحة البن. الليلة معنا ضيف مميز بحرفه بشعره بنفسه الشعري، الصديق العبقري توكل زروق. مرحبا بك، منورنا ومنور البن وريحته. مرحبا بك محمود، وموسم آخر من الروايع في ريحة البن. كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك عليكم جميعا. وعليك يا رب العالمين. على شمالي إبراهيم جابر، مرحبا بك يا إبراهيم، مساء سعيد عليك. مرحبا يا محمود، رمضان كريم، وفرحانين والله بجيد متوكل الليلة. دارين ليلة تفشي، عين تفشي يا مجاهد الليلة، المغامات على قلة حقات العرب ديلك تفصح 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 في الفصح. مرحبا مهندس، مرحبا بك ومرحبا بالمتابعين وتحية لمتوكل. مساء الخير. مساء الخير على المشاهدين، وسعيدين جدا بوجود استاذ متوكل، دارين منه كميه كبيره برضه. مساء الخير. يا هلا يا محمود، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين، ومساء الخير عليك يا كابتن زروق، شرفنا ونورنا. الله يخليك. صلاح عبد المحمود، مساء الخيرات محمود، ومساء الخيرات الحضور الكريم داخل الاستوديو والمشاهدين خارج الاستوديو. الحلقة دي على شرف الأستاذ الشاعر متوكل زروق. مرحبا بك يا متوكل، وطوالي نبدأ قراية. اخفض جناحك للمدى، سيحط زرزور وتجهق فضة في الروح إن مست جراحك أغنيات مالحة. زمن كوجه الغيم مرة، ولم تزل بعض هناك وها هنا زبد قليل. لما تزل غارا من الذكرى وبابا في الغياب، لكنما دمك البرامي انتماؤك واشتعال الاستواء، ووعدك المنحوت في صخر الغد اللماحي تشعل كل من طفت بك جزوة نارا من الصهب العنيد. يا غابة في الذهن، كيف رفعت ماءك للضياء وأعدت هذا الماء أولادا من اللمعان؟ كيف الطين يصعد كل يوم سمرة في الخد؟ كيف وكلما مرت جماجم إخوتي وقفت حكايات أساطير من الزمن القديم، شواهد مخضرة رغم الزمان. يا الله. يا غابة فلت شموس عتمة فيها، تركت بزارة النون التي اصطفت حيتك مهرجانا من قلوب اليافعين، ومسحة من حزن آبائي ومني وانفجاري أعين بين الجذور. يا زهرة النون المسالمة النقية، ما تركت لهن من سمة البياض بتلة، ما قلت لي والليل يشرب من دمي كيف ابتسامتك الوضيئة ما تزال وكل يوم عاصفة. فكلما عبرتك جوهرة رفعت مقامها، وأخذت من بعض خضرار ضيائها، وتركتما للليل مذمارا طري الصوت مبتل اللسان. خذني إلى كبب الندى، أسراب طير الرهو، عشاق الأوز، وجالبات الماء من عرق المشيش. اخفض لعلك في المضى غاليت في التحليق، عفرت المدى بالبعد، هشمت الدقائق في انتظار السنبلات. والسنبلات مدائن الضوء التي انفتكت قميصا أخضر الكلمات تشعل، كلما عزفت رياح مقطعا كشفت مفاتنها وماست كالهتاف. وعلائق بيني وبينك زهرة النون، وقائمة من الأسماء أمكنة مشت فينا، شتات في القصائد في القصائد واجتماع في الدموع. بعد الذي اقترفته كفك لم يزل رخوا، إذا اقترف المساء قمرا وغارت نسمة وهوى كتاب. اخفض لعلك في المضى، لا اخفض جناحك طالما حلقت، لم تترك سماء حرة وكتبت، لم تعذر حروف الجر، لكن القصيدة حالة أخرى وجرح مستطاع. يا سلام يا سلام يا مجاهد، يا سلام يا الله. القصيدة الفصحى غريبة في السودان، يعني غريبة الغربة الواحدة دي. هي غريبة بممارسة الشاعر للقصيدة. كيف؟ إنه الشاعر
دائما لابد أن يكتب من قاموس الاجتماعي. إحنا بلد متنوع، بلد متعدد الأعراق والثقافات، انطلاقا من الأحاجي إلى أي شيء آخر لدينا موروث اجتماعي. إذا انطلقنا من الكتابة من هذا القاموس إلى أن يشاء الله أو إلى أن يرث الله الشعر والأرض والشعراء ومن عليها، لن ينضب هذا القاموس أبدا، وسيشعل القصيدة الفصيحة في كل مكان، وسيجعلها ملتصقة بالناس ويقربها من المجتمع. هذه أنت تكتب للناس، إذا خذ الناس معك في الطريق إلى حيث أنت ذاهب، لأن في النهاية العملية الشعرية عملية بتاع مساهمة في العمل الإنساني من جهة. يعني بتدعو إلى كتابة الشعر الفصحى أو اللغة باللغة العربية الفصحى من المفردات السودانية؟ لا أنا أما العكس، لا أنا بالنسبة لي استخدام اللغة العربية الفصحى في الأحاجي وفي الثقافة السودانية. لا بالنسبة لي أنا لا أدعو، أنا أفعل هذا الشيء، أنا أكتب تماما، وعلى وبعدها يجب أن يقيم هذا العمل أو يقيم إذا رأى إنسان آخر أن هذا مشروع يمكن أن ينبني عليه العمل. صحيح. في المشهد الشعري وهو كذلك، لكن أنا هو وضع بصمة سودانية أحب أن أفعل هذا وأن أضع هذه البصمة، ثم أترك للمتلقي والناقد والمشتغل بالشعر أن يقيم أن هذا المشروع قد ينجح وقد لا وقد هنا. والله أرى نجاحه فيك يا أستاذ، أتمنى ذلك. الله يخليك. أنا دار أقول حاجة قبل ما هنا ما مصعب يقرأ، دار يقرأ مصعب صح؟ من معوقات الفصيح أنا في شوفي وأنا زول بتاع عمي ساي، إنه النص عشان أول العمل الفني عموما عشان ينمو داير علاقة بين الراسل والمرسل. صح. والمستقبل. عدم أن إحنا أمة ما متعلمة، الغالبية العظمى أغاليمنا دي، فالفصحى فيها مقدار عالي من الشحنات الثقافية العالية والمعرفية ممكن تغيب بشكل من البسطة، خاصة إذا القصيدة ما شلتها من الواقع. طيب هل نحن ما بنفهم الفصيح؟ بنفهمه في حال طبقنا كلام متوكل، إنه اقترفنا من تراثنا ده شنا، يعني مثلا متوكل يقرأ القصيدة وفي حتة كده يقول علي الطلاق، مش عندك صح؟ أول واقفون جنن، واقفون جنن، في 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 حاجة كده تنبهك إنه كده. شوف بعد ذاك هي فنيات واحد تسوق الناس وتصبر على المشروع. يعني مشروع زي مشروع متأكد زريو ده مشروع شاق تماما، قد لا يؤتي أكله غريبا، ونحن نستفيد منه بعدين يعني أبو نورة. وده نقاش يطول، يعني أنا برجع لك بعد شوية في دلالات تانية في نقاش تاني ممكن نعم. نتكلم عنه، عن غربة اللغة العربية الفصحى أو تحديدا الشعر باللغة العربية الفصحى في مجتمعنا السوداني. تفضل مصعب. طيب حقيقة أنا الموسم ده فاقد يعني كمية كبيرة من حبات البن، لكن على صعيد الدوبيت كلهم ما في رواحي كلهم لظروف العمل نزار سراج والمسيخ والهنباتي ولهم التحية كلهم في غيابهم، لكن احنا بنحضرهم بأعمالهم. عندي مجادعة مع ود مسيخ، كان يعني قبل رأس السنة قال لي يا أخي في شغل مع شركة. قال لي الشغل ده، قال لي شيء يعني كان بالحسابات دي كويسة يعني، قال لي شيء، قال لي 10,000 وراني شغل شركة. قلت لي يا سيدي تمام. لما انجى زمنه يعني قبل يومين كده الشغل فركش، ضربت لها قلت لها قلت لي عندي 70 لمة ولا احلق للبرنامج. قال لي احلق حلقته والموضوع برضه طرشك. قال لي يا خيبة رجاك وشماتة مكلاك في 70 جنيه الشالن الحلاق،
الرزق ان بقيت ما سطر الخلاق بالشده وفلاحه صاحبك ها بينساك. قلت له 70 ادخرتها للزمن الرواب. صح. بخلت استغفر الله مرقم في سواب. استنيت رفيق دربي المرق ما جاب عوض عزار والجيب التسكن دواب. قال لي مقسم بيمين في عهدي ما كذاب إلا رجيت جماعة ظني فيهم خاب. أكان قايل الجبيل قاعد على الكراب كنت بقلقوا النظم وغنى واتساب. صح. قلت له جماعتك والبرامج اللي قلت لي خلوها راقوا وكبدب الدم والتعاسة ملوها. اتكيفت قلت ديوني شت حلوها تاني دشرت موية فرحة البلوها. لا حول ولا قوة. قال لي كم لله هذه الشركة ضقنا حلوها دنانير كتار في جيوب رفاق بهلوها. اتجلح براك ومصيب تكابي صلوها كان ما جيت في 70 كان نشلوها. قلت له 70 جنيه من زمن مسعية. أنا الراعي ويمين ما ضاق حلوها رعية. مرقت غفلة بالله تقول مدعية شيل جنبات ورشريش موية للقطعية. قال لي يصلها مارقة ما تسوي لنا ليها قضية. لي ماليالة كيس لما أكلاك الشية. أصبر ليها باكر تجبر الماهية يبقى عليك فلس وعدم قعد طاقية. قلت لي 10 وعليها زيادة ونحن ترانا بعزك القروش أسيادة. حسبت 8 ليه رأس السنة وعيادة والفيل لا قدر الله مشينا عيادة. قال لي الما مسكته في إيدك حسبته بلادة زي سيد القزاز المرت جات لأولادة. الحسبت له وريت دروب مشهادة مرقت وشالت 70 معاها هوادة. قلت لي من 20 8 أيام على استعدادي أنوم بو وقوم بدا اليوم اللي بجيب مشهادي. أنا يا ود مسيح حرم وحات أولادي بقالي اليوم ده يوم أنا عزة من ميلادي. أنا يا ود مسيح حرم وحات أولادي بقالي اليوم ده يوم أنا عزة من ميلادي. يا الله إن شاء الله الله يوفقكم. الغريبة العود نقدر للورطة يا محمود لو الحلاق بسمع الكلام. أنا أصلا أفكر في ود مسيح يعني هو ما مشكلة. ود مسيح كان سمع الحلقة دي مشكلة. إنه طوال وضايق حلو الشركة اللي بهنا. أيوه وعامل لنا رايح حس أنا عارف الشركة بعدين. الله قال ده بالذات ما يقول لكن احنا بنعمل ده اللي بيحصل يحصل. فاصل قصير ونعود من تاني خليكم معنا. للباب المفدع ومتكي للباب المفدع ومتكي وللدار العيون صبيانة ما شافت مسلسل تركي للحوش العوين وثلاثة التخمر عجينة حكرو والبتنش سعية برة والترد العديد والبركي للسمحة المسايرة سكة بتوديك محل ما درت والصبي القدر ما فاتني رجع لي ويقول لي أرحكي شوق نيابة شوق نيابة وجعه يبكي شوق نيابة همه يبكي شوق نيابة ليله يبكي يا القمرية خسمتك قبل ما تركي طمني قلبي بوي كيف انه علو من الظهر ما بشكي علو الغربة ساترة قفاه
علوا من البعد ما مل أبوي كان شفتي أبوي كان شفتي بس زول الله زول الله كلمة باردة مهما حرقوا الخلق الله رايق رايق زي بيوت الحلة روح وتكية بدخل كل من كاس لي نصيم ومظلة أبوي أبوي زول الله كلمة باردة مهما حرقوا الخلق الله أبوي أبوي انكورة كان دايرات مروض قلة بتبي قلبه قبل خطاه قبل خطاه تلقيه في البعيد والجار وتلقيه في التلج والنار وين ما تفوت أبوي تلقيه في مليون مكان ومحلة يا القمرية يا القمرية وجع الشوق كان بقطيه كنت عزرت دمع اللي راقد سيل وكنت قعدت جبت السيرة جبت السيرة وشلت معاي نصايص الليل وكنت طريت صبيا بي أبوي شبهته صوق لي بساحة وجو جقل فيها جقلاب خيل صبيا مهما قلت ليه وصعبة قلت ليه وصعب قال لي بلاها ما بتعد غيمة الهم ولا بنشد بلاها الحيل وجع 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 هي الغربة وجع هي الغربة حد ما قلبي كاس لي شوق لقمة عيش بتتبع زي هموم الريد يقبل من عيون ميش مطرطش عقلي دوم حياه ويعجب فيه له قطر طيش يا القمرية ما كان الصبي حيل فرقة ما كان الصبي حيل فرقة وما تخيلتي ما تخيلتي ما تخيلتي لا من فات خطاه برتنا في البكا والوجع قدريش وما تخيلتي لا من فات خطاه برتنا في البكا والوجع قدريش الله الله الرجوع للموضوع الأول توكل لمنو بكتب الشاعر يعني بكتب لنفسه ولا للناس اللغة اللي بيستخدمها التعابير المحتوى دار يقوله يعني اللغة مجرد معون يعني افتكر والمعون ده إذا كان المستمعين بالنسبة لك سودانيين زي ما قال جبيل إبراهيم إنه أغلبيتنا في الأرياف غير متعلمين واللغة العربية بالنسبة لنا حاجة من الكماليات يعني لمن يكتب الشاعر؟ هو آخر من يكتب له الشاعر نفسه ولكن بمسألة الإناء هو إناء قد يقبل الحالات كلها المتعلقة به المتعلقة بالذين يهتم بهم المتعلقة بالقضايا الإنسانية التي يتأثر بها حسب الموقف وحسب معرفته وحسب شغل المعرفة مع الموهبة جوه لأنه الإناء ده جوه بتكون فيه حاجات فيها شغل ما بتطلع سايا يعني تخش جوه في حاجات يحصل لها شغل تطلع نص صح. حجم الحاجات دي وحجم الشغل جوه حجم التفاعلات كل بيطلع الحاجات دي ما بحدد زوله اللي بكتب ليه على الأقل ده بالنسبة لي أنا إنما يعني في عينة هلبي تلقى نفسها جوه شاعر قد يلقى الآن في نص عينة وفي نص آخر عينة أخرى وقد لا تعجب هذه العينة ما أعجب العينة الأخرى صح وكذا لكن آخر ما يكتب له الشاعر نفسه معنى يمر القطار يذكرني ببنات الجنوب كنا يجرحنني فتصير الجراح قرى نازفة والدماء قطار الجنوب
يفض الخريف كنانته، يتخذنا إلى الحقل دربا وينبتنا ريشا بأجنحة العاصفة. هل رأيت قطار الجنوبي يمر على بابنوسة؟ رأيت قطار الجنوب يمر على بابنوسة كعقد يجر على صدر فاتنة، وكسيل مشى في ربا عاليات وأودعنا بيد العاطفة. سلام. كان مستخبا بالأولى سوقهن كأشرعة، كان مستخبا بالأولى سوقهن كأشرعة رقصتها الرياح على نهرها وهي في نهرها واقفة. كنا في كل نافذة يقتسمن الصباح، يعلقن أعينهن على الشجرات ويشعلن حربا بأكتافهن على نظرة خاطفة. يا قطار الجنوب المسافرة اللاتقاوية ترقد الآن في قمرة بك قد أرهكتني، تحط على درج في القطار يوني الرصيف لها، والرصيف وقود المحطات مزدهر بالصعاليه، ما أسهو من غناء مشت وهي عن شغلهم عازفة. يا مسافرة في الجراح الجديدة والذكريات القديمة، لما يعد للقطار صدى والمحطات مكتظة بالفراغ كأن أزفت فوقها الآزفة، فاجرحيني وصبي على الجرح ملح الغيابي، عيد الجراح لنشأتها وانزفي على تسقط من دمنا قرية نازفة. الله يا الله يا جزء. يا الله يا يعني الجمال. عايز أعلق على حاجة، يعني تحية للنصوص المختلفة بتاعت متوكل، فيها بصمة تماما يعني. لكن أنا تخيلي متوكل لو ما كان كتب لنفسه ما كان وصلنا الإحساس ده. يمكن زي ما قال الأدوات اللي بتشكل بها القصيدة بتاعته وبيتميز بها أي شاعر عن التاني وأي موضوع هو بيكتبه عن التاني، لكن أنا لو ما كتبته لنفسي عشان أطرب نفسي وأقدر أطربك أنت كإبراهيم أو كأي مستمع تاني، ما بقدر أوصل لك الحاجة دي تماما يعني. لك حق الرد. وهذه وجهة نظر. محيط الشعر كله محيط تأويل بالضبط. أنت تؤول وأنا أؤول، حتى القصيدة التي أقرأها قد تؤولها أنت تأويل إبراهيم تأويل مصعب تأويل. لذلك نظرتنا، النظرة العادية والرؤية العميقة للنص قد تجعل من الآراء مختلفة حول النص أو حول قيمة الشعر. صحيح. نفسه في أن هو لك أو لغيرك أو هكذا. صحيح. ولكنك في النهاية أنت عينة من هذا المجتمع، حتى لو أنت تكتب آخر من تكتب له أنت، ولكن عينة منك موجودة في الذين. أنا بفتكر أنك أنت بتكتب نفسك، تكتب روحك، ثقافتك، قرايتك، لغتك، معونك، الإناء بما فيه ينضح، مش؟ نعم. بتكتب جواك أنت للناس، مش بتكتب لروحك، تكتب روحك. يعني لما قبل قلنا، خلونا نقول في حلقة تما قلنا إنه البصمة بتاعت الشاعر لما تكون واضحة، إذا قريت نص بتعرفوا إنه ده صحيح. متوكل. صحيح. صحيح. فإذا نفس الطبيخ، نفس الطبيخ بتاعه، نعم، بيكون موجود في طبخته. أي ده عمله يا محمود وتكليفه. ده عمله وتكليفه. لكن ده ماليه. أيوة. ده عمله وتكليفه. ما ماليه ودي ما أنت ما يعني. ما ملكية. ما ملكية. ما ملكية بالضبط. أنت قصدك متعة و أكيد سلطنة وبراك. أنت لو ما سلطنت نفسك ما حتصل. في حاجتين أنا دار أقول، ما بين فصيح وما بين عامي. وأنا ومتوكل أبو نورة يعني بيناتنا معارك وسجالات، هو وأركان حرب وناس أسامة تاج السر أركان سلم وأركان سلم والواسط، كمية كده من الأوغاد بتاعنا الفصيح يعني. أوغاد دي قال لي نبذة بتزعلهم شديد، أنا فتشت لهم نبذة بالعامية لكن خفت ما تزعلهم، قال أوغاد دي بتزعلهم. فهم بيروا قاعد يقول لي أنت أبرانجار تقالت نفسك قاعد تكتب شعر، بس وانا حقت حبوباتك دي قاعد تجيبه وبطاقتك الحمراء. صح. هم الناس ديل عندهم يعني متوكل زروق في كلامه العادي، يا هم متوكل زروق اللي بنعرفه، لكن أول ما يبدأ يقرأ في القصيدة بينزل فوقه
مطر ازرق الصوت بيختلف بيختلف المزيكا يعني شعر متوكل زروق انا اول شيء بنتبه له المزيكا المزيكا والصور الطازجه يعني الفصيح انك بين ليه نكون صريحين يعني وفي ذات هسه مشاهدين كتار معي في الكلام ده يعني هاي الناس ابراهيم جابر ديل ناس الطاق الحمر ديل ومعي الرواعية كمان مصعب ده ذاته معي لكن جنو مصعب ناظر مهذب ما بقول الكلام ده انا قاعد اقول شنو تكرار الصور ايوه تكرار الصور والله ما قلتها لكن عجبتني وانا قلت انا بجد بليغ كده تكرار الصور هو اللي خلانا مثلا ما نكون منسجمين شديد مع يعني حاسين انه ده بس هيقول لي نفس الكلام ذاته بس صح. بس الكلام المعقلة الثابت ده كده هيقول لي وهيعزمني ولا حد يعني متوكل ده يقدر يخاطر يمشي برام هناك حلتن ويقعد يقرا الشعر فصيح ودايرنا ناس الرواعيد اللي هناك من خرطه قال لك بيشيل معه البيئه معه ايوه يلا قلت لك متوكل الذكاء بتاعه في شنو انه قدروا يسودن هذا الشعر ويعمل له طعم سوداني والحاجه دي ما متوكل براو يعني بدوا اساتذتنا كبار ناس صلاح حمزه الملك طنبل وصلاح احمد ابراهيم قد بطلها باباي نحن صلاح احمد ابراهيم يعني الفصيح بقى فيه نوار سوداني انت لو سمعت القصيده دي ما بتقول كتبه لبناني بتعرف كتبه سوداني واسي دمك البرامي صح بتفتش انه برام الغريحه كانت في جده يعني. انا معلش اعذروني حقاطعكم وحنطلع فاصل ونجي راجعين فاصل عزيزي المشاهد راجعين خليكم معنا نتفاءل نشد الحيل لابد من صباح لليل نتصبر شوية كمان والمن الله كله جميل نجبر خاطر المسكين نشيل الدمعة من العين تحوق اللقمة للاثنين وتبقى لنا المحبة دليل والمن الله كله جميل نتعاون على الأيام نعيش حقيقة حقيقة ما هو كلام بيد الدنيا تبقى سلام من جيل يمشي لي كم جيل والمن الله كله جميل من نام والمعاه جياع ماض زي ضياعه ضياع هو برا الملة والأتباع بحكم السنة والتنزيل والمن الله كله جميل نتفرق عشان نتلم ونتباعد عشان نسلم ولولا الحب ولا بنحلم ولا بيبقى العمر جنديل والمن الله كله جميل تمر وتعدي زي ما كان بيعود متجدد السودان وبربوعه الملانة أمان يفيض للناس كما هو النيل والمن الله كله جميل كله جميل مهندس سمعت يا قلبه ما لك تعتري فأذكرك العمر يمضي والأماني تسكرك كل الأحبة غادروك وما دروا أن الغياب يسد ضوءا يكسرك نفق الحياة بخافقين يحدنا فعلام تحكي والحديث يكدرك والصبر فاغرس أمانك للغريب بأرضه فغدا غلوب الطيبين تبشرك ربت على كتف ينوح خصاصة بين المدامع بالسماحة يؤثرك واهمس بحبك فالحياة قصيرة ريح العزيز من البعيد ستبصرك
كم غائبا تشتاق بعض حضوره، والشوق للأرواح دمعا يمطرك. كانوا بقربك حاضرين تسامروا، واليوم ساروا لا قريبا يحضرك. فالذكريات تثير طيف منازل، فعلام تحكي والحديث يكدرك. الصبر ظفر يسترق نفوسنا، فاصبر لدرب بالمفازة ينظرك. وابسم بوجه أخيك بضا حالما، ليضوع ترحاب الوجوه يعطرك. واحفظ فؤادك خلف أسوار الهوى، لا تأمن الشفق الحزين فيمكرك. أو تسكو بالماء اقتدار بنابع، جيش الأجنة في الدماء يبعثرك. أو تمشي مختالا بأوسمة النوى، وجه المدينة بالتلون يسحرك. عيناك تعشق كل بحر ملهم، وشراع مدك لو تراءى يأسرك. يتبدل الخلان، ماذا قد جرى؟ شك يحيطك وانشقاق يغدرك. ترجو هواهم والهوى متقلب، مكر المجالس بالتلاسن ينحرك. ينسون ألف سجية تسمو بها، من كبوة خيل الديار تكفرك. فالحزن يهزم كل باب غائر، لكن أبواب الكريم ستنصرك. تحتار تغرق في الخطايا غافلا، سبحانه رغم التخبط يسترك. هذه حياتك في فصول كتابها، فاقرأ بقلبك إن قلبك يخبرك. هي ساعة في موكبين تسابقا، تأتي وتمضي والسنين تعثرك. ما كانت الدنيا تغير وجهها، لكن دربك يلتقيك ويهجرك. فاقطف حنينك للغدو تلطفا، نفح الحنين مع رواحك يزهرك. واكتب ختاما من تحيات الرضا، يوما ستنعاك العيون وتشكرك. يا سلام الترعيلة مرقتك من العمودي ضفتين. أنا ما ضفت ما ضفت يا ريت إبراهيم خلاص الطويلة مرقتك الضفتين. إبراهيم دي أنت لو كان خليت شوية الموسم الفات قرب يشهد أن الشعر الفصيح ده لا شعر غير قرب تلقاها محمود درويش وبتاع. أنا الضلفتين ده كان صاحب دكتور صديق وكده. أنا قرب يهتدي. أي والله قرب دكتور صديق قال لي أزول، لكن محمود أضلّه ثاني. أقول لك شهرين أكتب لك قصيدة واحدة عزبان اسمه ما صورت على الشهر. الشهرين غلو أنا داير القصيدة لو ما عندك مانع متوكل نحن هنسمع منه. داير القصيدة بتاعت الرغم الوطني هذه انت ما قريتها في واحد من مواسم ريت خليه يقرا لنا واحده فريشة يا اخي زين حاجه والله يسامحها يا اخي عليك الله الله يسامحها حاجه زي سامحها يا اخي هاي نصحي لي خليه يقرا لك بعد التفاصيل ويقرا لنا حاجه جديده تحت الهواء في فرق على كيفه في فرق النص ما طويل حلو ممكن تقراهم في حاجه للقصايد ثلاث دقائق خلاص عندنا ثلاث دقائق ايها الراكبون قصائدنا لرضاء حبيباتكم هل علمتم معاناتنا في الكتابة؟ كل حرف أريك على دفتر جزء من دمنا واستبيحت له الوحوحات كأن الذي أوجد الشعر عن حكمة جعل البعض منه مخاضا وخصص معظمه للبنات الله أيها القاعدون على شفتي اهبطوا إنني مثلكم لي حبيبة حين أغضبها يزل الورد أجفانه يخرق الليل عادته المزمنة حين أشعل أحزانها لست في حاجة للقصائد أو شاعر نازف بل أسلمها الوقت أصدح في بابها
يا أميرة ما ركبوا إنني آسف وإني علي الطلاق أحبك وأنت التي فعلت والتي تركت والتي ليس مثلك بنت كدوارة الشمس تفرح شيئا فشيئا وتأخذها نشوة العاشقات ويورق فستانها بالفراشات يسقط من وجهها الصبح مندهشا الله الله حين أشعل أحزانها لست في حاجة للقصائد أو شاعر نازف بل أسلمها الوقت أصدح في بابها يا أميرة ما ركبوا إنني آسف وإني علي الطلاق أحبك وأنت التي فعلت والتي تركت والتي ليس مثلك بنت كدوارة الشمس تفرح شيئا فشيئا وتأخذها نشوة العاشقات ويورق فستانها بالفراشات يسقط من وجهها الصبح مندهشا هكذا هن مذ أول الخلق كن قيامتنا الحاضرة ونشوتنا الأزلية والجنة القادمة أيها الماكثون بحاجاتكم بين دغدغة النص والقلق الشاعري أنا نازف فامنحوني قليلا من الدم حتى أرد حبيباتكم إن غضبنا وحاصرنكم بالغياب دم الصمت دم الصمت حين أغني على عصب الليل أغنية الآن في بابكم فافتحوا يفتح الله أحزانكم في دمي كي تموت الله جميل جميل الله على الأبصرية جميلة بأكد الكلام اللي قاله قبل عشان ما يغلطوا زول تاني هاي ما كتب روحه كتبه من دمه بالظبط يا سلام يا سلام حيطلع فاصل ونعود ناس البساطة قالوا أبسط ما نطلع فاصل ونعود من تاني خليكم معنا الحلقة دي أنا بشكر حبات البن وباسمهم بشكرك توكل زروب كنت دائما بتكون أنت اللي بتحلي القعدة يا سلام القعدة معاكم حلوة تكون الكفة الراجحة دائما أكيد شكرا لك شعرك وجمال روحك وإلقائك صوتك اللي قبل قال إبراهيم جابر بتغير مع قراية النص أنا شاكر لك صدورك وكعادتنا في كل حلقة بنقرأ مقطع لشاعر شاب مرة دي بنقول أنا لسه في عهد الأمس بعشق خصالك كلها بجمال عيونك مندهش عشان عهودي اللي قلتها بوصل معاك حد الشمس الراحلة المقيمة الشاعرة وجدان صباحي يظل مفروش جوات الحوش مكشوش ونظيف مرشوش بموية ريد وحنان والبن في النار تهب متقريف ليك والمطر بدت في ذاك الحوش المعروش ريحة البن تلاقى بكرة بعون الله السلام عليكم